ركزوا معايا يا اولاد، ركزوا معايا. العمل يعرفها اتعرف ازاي؟ ماليش دعوه، انا هجيب لك كده هنا، محدش يجاوب. يهمني الحته اللي تحت. شايفين يا اولاد السوبر اكسنس ريتناكلم جميله ازاي؟ واضحه؟ شايفينها كلكم يا اولاد؟ هنجي في الامتحان سوبر اكسنس ريتناكلم. اللي بيعدي تحتيها تجاوبوا نظري بقى. توم هاز فيري نايس دوجز اند بيجز، والفوقيها كذا كذا كذا، خلاص؟ طب هنعرف ازاي يا اولاد؟ انتوا اللي هتقولوا لي. انا في عضله اولاد انتهت في القدم اهي، لا راحتش الصابع ولا حاجه، شايفينها؟ شايف العضله اللي انتهت في الصابع دي يا اولاد؟ تبقى مين دي يا اولاد؟ مين يقول لي؟ تيبيانس. توم تيبيانس انتيري، صح؟ طيب عضله بقى دكتور نادر هتروح الصوبع الكبير اهي، بصوا مش دي راح الصبع الكبير يا اولاد؟ شايفينها؟ ها؟ دي يا اولاد راح الصبع الكبير، تبقى مين يا اولاد؟ سنسور هالوشيز، برافو عليك. طب واحد يقول لها دكتور نادر، طب واحده ليها اربعه تندون يا دكتور نادر. صح؟ شايفينها يا اولاد؟ يبقى اللي ليها اربعه تندون دي يا اولاد هتبقى مين؟ ديجيتور. شايفينها تبقى مين يا اولاد؟ ديجيتور. طبعا لو في واحده لوحدها هنا يا اولاد، هي هنا يعني ايه؟ يعني ممكن تكون ديت، بس انا هوريها لك في البلاستينيتد اوضح يعني. واحد يقول لها دكتور نادر، طب في حته لحم عضله صغيره اهو في القدم. اكستنسور ديجيتورا بريفس. اكستنسور ديجيتورا بريفس. شايفينها؟ طب واحد يقول لها دكتور نادر، انا عايز اشوف النيرف والفيسل، انتيرو تيبيا النيرف وانتيرو تيبيا الفيسل. اقول له حاضر، هوريهم لك وجمال جدا واضحين، وانتوا اللي هتقولوا لي مين النيرف ومين الفيسل. شايفين يا اولاد كده معايا؟ انا بس ما اوريهم لكم. في حاجة صفرة شايفينها يا اولاد، وحاجة ايه يا اولاد؟ زرقاء. الاصفر ده يا اولاد تفتكروا النيرف ولا الفيسل؟ النيرف. يبقى الانتيريور تيبيال نيرف. والازرق ده يا اولاد هيبقى مين؟ انتيريور تيبيال فيسلز. خلاص؟ تاني يا اولاد، انا مش هجاوب بالترتيب. مين ده يا اولاد؟ ديجيتور. مين حتة اللحمة الحلوة دي؟ بريفس. مين اللي راح الصبع الكبير؟ شغل دماغ. مين اللي منتهية في الفوت؟ تيبيالس انتيريور. مين حتة اللحمة دي؟ ديجيتورم بريفس. خلاص؟ طيب ده اولاد الانتيرو تيبيال نيرف في الوسط اهو، ومعاه اولاد الانتيرو تيبيال فيسل. واحد يقول له دكتور نادر، طب ما توري. طب الاول وريها لنا على العينة دي. اقول له حاضر. انا هسأل بقى هنا وانتوا اللي هتجاوبوا. مين دي يا اولاد؟ انتيريور. ها؟ تيبيالس انتيرو. تيبيالس انتيرو، صح يا اولاد؟ دي مين يا اولاد؟ تيبيالس انتيرو. ايوه. ودي يا اولاد اللي هي ايه؟ هاز، مش كده؟ شايفينها؟ طب اللي ليها اربعه تندون يا شباب، حد يعرف يغلط في ده في الامتحان؟ اهو هنا زي هنا بالظبط. دي مين يا اولاد؟ دي ديجيتور. شايفين بقى البرنيه ستيرشس هنا جميله ازاي لوحدها؟ اهي. ده البرنيه ستيرشس اهي. حتة عضلة لحمة صغير كده اهو. شايفين يا اولاد البرونيس ترشس؟ يا اولاد شايفين دي البرونيس ايه يا اولاد؟ ترشس. حتة اللحمة الصغننة الجميلة دي مين يا اولاد؟ اكستنشر ديجيتورا بريفس. ودي ريتناكلم، واضحة؟ واحد يقول لي دكتور نادر، طب لاترالي؟ اقول له لاترالي مفيش غير عضلتين، ادي واحدة لونجس واللي تحتها مين يا اولاد؟ البريفس، صح؟ وبينهم نيرف اهو، شايفينه؟ ماسكلو اكستنس. ده بجيبه في الامتحان يقولوا لي انتيرو تيبيال، ده ينفع انتيرو تيبيال؟ لا. طب فين ترتيبه في التوم؟ انما ده بين البرونيس لونجس وبريفس اهو. طب اجيبها لكم على هنا اجمل. بص يا اولاد هنا شايفين الريتناكلم؟ انا قلت لكم الانتيرو تيبيال نيرف بيعدي تحت البتاع، انما شوف ده سوبرفيشال، هو ده ماسكلو كوتينيس. شايفين يا اولاد فوق الريتناكلم ازاي؟ شايفين فوق الريتناكلم ازاي يا اولاد؟ ده الماسكلو كوتينيس. العضلتين هنا اولاد ملزقين في بعض طبعا، ده فوق الجفت هيبقى ايه يا اولاد؟ برونيس لونجس، واللي تحت الجفت برونيس بريفس. اسهل من كده مفيش. اللي فوق الجفت لونجس، واللي تحت الجفت هتبقى مين يا شباب؟ بريفس. يبقى اللي فوق الجفت لونجس وتحتها مين يا اولاد؟ بريفس. وريتها كاديفيريك وبلاستينيتد، صح؟ طيب مين شاطر يقول لي يا اولاد انا همسك حاجه بقى كده وانتوا تقولوا لي ده ايه ده؟ راحت فين؟ ايه ده يا اولاد؟ طب مين العضله ده هي؟ لونجس. واللي تحتيها؟ بريفس. طب مين العضله ام اربعه تندون دي؟ ديجيتورا بريفس. طب مين اللي في الصبع الكبير؟ ومين دي يا اولاد؟ تيبيانس انتيرو. واحد يقول لي بحطها في العضله، ايه المشكله عندك؟ انا قلت ايه في المحاضره؟ انا قلت هحطها في العضله، حطيتها في التندون تجاوب في الماسل ولا تنزل على التندون؟ حطها دي في دماغك الله يكرمك.
شباب انا جبت لك الدبوس فوق قلت لك تحت امشي مع المصل وامشي مع التندون هتعرف على طول. ما حدش يجاوب من مصر عشان ما تجاوبش من مصر. جاوب من التندون. خلاص يا اولاد بص بقى اولاد الفليكس روتين اكلم جميله ازاي. بصوا خلاص. طب عايزين يا دكتور ده نعرف ترتيب الحاجه تحتيهم. ريحه الفورمالين جامده قوي. بص يا اولاد توم تبيالس بوستيرير خلاص وجنبيها يا دكتور نادر ديجيتورم دوز يبقى توم دوز. بص يا اولاد الفيسل جميله ازاي فيري شايفين النيرف يا اولاد نايس. واخر حاجه جوه دكتور نادر التندون اللي هو بتاع الهالوشس هنقولهم تاني. انا هشاور وتقولوا لي يلا اولاد ها توم دوز فيري نايس هاز. هنجيب على العينه دي هنا العضلتين جنب بعض يا اولاد لاسقين في بعض توم وايه يا اولاد الاثنين هنا توم داز الاثنين يا اولاد مين ايه توم داز الاثنين يا اولاد توم داز توم داز اول واحده توم والثانيه يا اولاد داز. طبعا هنا يا اولاد برضو عندك الفيسز والنيرف لازقين في بعض بس باينين يعني انت لو دققت طبعا هتشوف فيري نايس جنب بعض فيري نايس جنب بعض فيري نايس جنب بعض فيري نايس جنب بعض. اخر حاجه بقى دكتور نادر حته اللحمه اللي ورا دي هي دي الهالوشز اللي هي الهاد دي اخر حاجه دكتور نادر الهالوشز دي اخر حاجه دكتور نادر دي هات مين الهالوشز. طيب قبل ما نكمل يا دكتور نادر انا كنت شايف عضله ليها راسين اهي شايفينها احنا قاطعينها جاستروكنيمياس باينه يا اولاد ها باينه تحتيهم عضله ضخمه اسمها سوليس. طيب يا دكتور نادر انا شايف حته عضله حته لحمه صغيره وتندون طويل شايفين يا اولاد دي البلانتارس بلانتارس نازله كده. طب فين البابلوتيس يا دكتور نادر حته لحمه صغيره ماشيه بالعرض كده اهي حته لحمه بالعرض اهي ماشيه كده حته لحمه بالعرض اهي صغيره حته لحمه بالعرض. تعال نعيدوا الكلام ده تاني يا اولاد انا هشاور انا كده قدام ولا ورا اولاد ورا مين اولاد اللي انا ماسكه ده اولاد استنى ما امسكه بس ايه ده اولاد تيبيال فيسل ده فيسل بوستير تيبيال فيسلز وجنبيها النيرف يبقى بوستير تيبيال نيرف. انما اول حاجتين يا دكتور نادر توم داز توم داز اهو بص الاربعه توم داز فيري نايس وهاتس اهي كمان مترتبين اهو احلى من كده ايه بقى احلى من كده ايه توم داز فيري نايس وادي هاتس اهي تاني توم داز فيري نايس هاتس اظن اسهل من كده ما فيش. وهنا توم هاز طبعا الفيري والفيسل نيرف هنا دوجز اند يا اولاد بيجز ودي البرونياس تيرشس. طب اللاترال يا دكتور نادر ها شايفين الماسكلوكتينس يا اولاد وده البرونياس لونجس وتحتها برونياس ايه يا اولاد بريفس. مين شاطر يقول لي مين النيرف ده يا اولاد ماسكلوكتينس مش كده. طب مين التندون الاربعه دول ده البرونياس تيرشس ودي مين يا اولاد الهالوشس ودي التيبياليس انتير. هنا اولاد توم داز توم داز توم داز very nice توم داز very nice واخر حاجه المصل دي بتبقى اولاد ايه هالوشس. خلاص يا اولاد عرفتوا الترتيب ازاي. طيب واحد يقول يا دكتور نادر مين العضله اللي هي راسين الحلوه دي جاستروكنيمس. العضله اللي هي راسين تاني هي مين يا دكتور نادر جاستروكنيمياس شايفينها اقطعها كده تبان السوليس. مين العضله الحلوه الصغنونه دي يا اولاد بلانتير. مين حته اللحمه اللي بالعرض دي يا اولاد اظن اسهل من كده مفيش. يبقى مسكنا في التندون مسكنا في المصل تركز على التندون هو اكستنسور ولا لاترال ولا فليكسور ورا خلاص. واحفظوا الجملتين دول مني توم هاز فيري نايس دوجز اند بيكس ومن ورا يا اولاد توم داز فيري نايس هاتس في الجنب الناس لونجاس وبريفيس ومسكو كتيرز. اظن اسهل من كده مفيش. العينات عندكم هو اللي عايز يراجع وانا قاعد اهو معاكم محتاجين اي حاجه نعم.